انا اسمي بايوكيت مسعود. انا عندي 20 سنه 18 سنه دخلت المحل هنا لما الوالد توفى، غصبوا علينا ان اجي اقف هنا وبتاع، وقفت وسديت. انا بيجي لي فنانين كتير جدا وما شاء الله الحمد لله عارفين هما داخلين فين، وعارفين ابو ياسر الحمد لله، وعارفين الشغلانه في ايد امينه. كان نجيب محفوظ، كمال الطويل، محمد العزبي، كتير يعني. انا عندي احمد ماهر بيجي دلوقتي، انتصار. لا نجيب محفوظ ده كان راجل يعني قمه، كان يجي يقعد جنب مني هنا، كان يصلح ويعمل حديده في الكعبه، هو مقاس رجليه كان 39 مقاس صغير، بس كان راجل محترم. بعد ما عمله التصليحه ما كانش بيمشي عادي، كان يقف اكتر من 3 دقايق يبدا كده يوطي بايده كده شاكين شاكين. بدات الشغل يعني حوالي 45 سنه. مينا دي تعلم الصبر، زي ما اكون معاك صناره كده وبتصطاد سمك من البحر، بتصبر. كل حاجه فيها صعبه، غرزه المكنه دي ما كانتش تطلع مسطره، ضاعت كل حاجه. كفايه قوي ان انا افتح الدرج كده اخر مره اقول الحمد لله. عايز المكان يفضل مفتوح، يعني حتى انا لو مشيت يبقى برضه الشباب برضه بتسد مكان ابوهم وكده، بس يبقى السمعه موجوده والمحل موجود وكده يعني، والشغلانه تطلع زي ما كانت الاول. هو ده اللي انا بحلم بيه.